حلو. يعني دائما نختار الصباح الاوقات الصباحيه يكون العطر اخف طبعا من اوقات طبعاً. الاوقات المسائيه يكون ثابت، يعني حيكون في يعني مليان حركه وعارفه كيف. دائما بنسمع وبيقال ايضا انه العطور بتختلف من شخص لاخر حسب نعم. تفاعلها مع البشره. يعني يمكن انا لو استخدمت عطر معين ما شم العطر مثل ما اشمه على غيري. صحيح. فهل صحيح. هذه المعلومه صحيحه وكيف بيختلف لا الموضوع؟ صحيح. هو اللي يتحكم في الشيء هذا ثلاث اشياء: نوع الطعام، التعرق، ونفس يعني نوعية الجلد. يعني مثلا عارفه اللي مثلا شديد التعرق عارفه كيف ممكن يستخدم هو العطور اللي تكون ثقيله نوعا ما في هذا الريحه، يعني عود، لذر، خشب، عارفه كيف. بس اللي بالنسبه للجلدهم يميل الى الجفاف شويه، ممكن يستخدمه هو اللي هو العطور الخفيفه. البشرة الدهنية تحتفظ بالعطور أطول من البشرة الجافة. أتوقع الأغلب كان يفكر دائماً العكس، إنه البشرات اللي بتتعرق بكثرة تستخدم العطور الخفيفة. الأول تريك الأيام زمان اللي كان يقول حطي فيك شو اسمه سوري حطي فازلين يثبت معاكي وزي كده. هل هذه المعلومة صحيحة؟ والله هي صح، يعني هو يعني ناس قدام كانوا يستخدموا ذا الشيء يعني، بس أنا صراحة لا ما أستخدم. جربها يعني. إيه جربوها، لكن في أشياء ممكن يعني اقترح عليكم أشياء ثانية أحسن. طب يمكن هي عشان البشره بتكون اساسا جافه أوكي. فالواحد لما بيحط مثلا يرطب اول حاجه بعد ما يرطب ديك الساعه يحط، مو مثلا يخلط الفازلين مع مثلا الكريم مع البشره الدهنيه سوري، مش المفروض تسوي ذا الشيء لان اوريدي هي دهنيه فتحتفظ خلاص بالعطر. فهذا كان الكلام بينقال للبشره مثلا الجافه اللي بتكون البشره التميل لجفافي.